يقول ذكر أن يقول الوالدة يعني طلبت من الأولاد والبنات أن يتنازلوا بقطعة من الأرض لأحد أفراد الأسرة، طبعا بغير رضاهم، لكن استجابوا للوالدة يعني استجابة لمرضها. يقولون هل هذا الفعل صحيح يا شيخنا؟ لا أعلم ما يعني صلة هذا السؤال بما قدم به سؤاله من مسألة الوصية لوارث، لكن إذا كانت هذه الأرض للأم وطلبت هبتها لأحد في سياق الموت فهي عطية وليست وصية، جميل. وتكون موقوفة على الثلث حتى لو أذن الورثة، حتى يكون إذنهم بعد الموت، يعني إذنهم قبل الموت ليس مؤثرا لأنها عطية، والعطية لا تنفذ إلا بالموت لأنها في حكم الوصية. أما إذا كان هذا عطاء في حال الحياة وهو ليس وارثا، وهي قادرة على يعني صحيحة لكن فيها نوع من المرض وقالت تنازلوا بإرادتهم واختيارهم، فهذا لا يعتبر وصية وهو نافذ، وكان يمكن غير الراغب أن يعتذر بأي عذر يمتنع به من إنفاذ ما طلبته أمه إذا كان ذلك يجحف بماله أو تعلقت به حاجته. أما وقد وهبوا الرجل ما أمرتهم أمهم به وهم في ظاهر حالهم الرضا، فلا شيء عليها فيما يظهر، والله تعالى أحسن أعلم. الله إليك.